جلابة شيناب خاصك تدخل عندنا هنا لا صراحة هذا منكر هنا بالنسبة باش تدخل جلابة ديال شيناب بعشرين فران كنت يعني ملي كتجي الطرز غير ديك الطرزة كتقام عليك بعشرين فران التوقيت اللي داروا لنا ماشي مناسب مرة القاعات شادين صحابي العراسات ما كاين حتى شي عرس الناس اللي كانوا دافعين العربون ديالهم معربنين عندنا وديك الشيء جاو دوا العربون ديالهم كاين اللي خياط اللي كان ماشي مزيان في العمل ديالو رجع كيبيع الخضرة كل واحد شنو رجع كيعمل بحال دابا السيدة كتجي كتدفع لك شي حاجة كتقول لها يعني تيني تسبيق افونس يعني ما كتقبلش تقدر هي مثلا يعني تسمح لك في ديك الحاجه فهمتي هاد القطاع هذا شويه نساوه من بالو ما عرفش واش هاد واش ما كاينش ناس خدامين في هاد القطاع ولا ما عرف السلام عليكم اود انا اشكر الطاقم ديال الصحفي ديال الطنجاوي صراحه اللي هو خرج كي بعدا كاينه واحد النوع ديال التواصل اللي كيتشوف بعد معاناه ديال الصانع التقليدي كصناع تقليديين صراحه كاين الناس اللي مشات تدمرات في العمل ديالها كاين الناس اللي تلقات المواحل ديالها كاين الناس اللي تراكموا عليهم الضرائب كاين الناس اللي تراكمت عليهم مجموعه ديال الفواتير ديال الضا والنسبه للقضيه ديال الكرا كاين الناس اللي جابوا لهم عمل قضائي بالافراغ ان صراحه عينينا واحد مجموعه ديال المعاناه ولكن حتى شي واحد ما هز عين الاعتبار اللي تشاف هاد الناس في الاعتبار في هذا القطاع هذا وهذا كرساله الناس اللي مسؤولين على هذا القطاع هذا يشوفوا بعين الرحمه في هذا القطاع هذا ان القطاع هذا كيشغل ليد العامله اللي هي كثيره نعطيك مثال بحال دابا خياط كتجبر دابا المحل فيه جوج ديال الصناعيه ولا ثلاثه هادو كيكونوا معاه مباشر وغير مباشر كتجبر واحد حتى 10 الناس اللي كيكونوا كيخدموا معاه بطريقه غير مباشر كنشوفوا في هذه الايامات الاخيره ما بقاش الاهتمام بهذا القطاع هذا ان بزاف ديال الناس اللي هما صراحه بداو كيبدلوا هذه الحرفه كاين اللي خياط اللي كان ماشي مزيان في العمل ديالو رجع كيبيع الخضره كل واحد شنو رجع كيعمل ان صراحه هادشي هذا كنتاسوا به وكننجدوا جهات اللي هي مسؤوله تشوف بعين الرحمه في هذا القطاع هذا ان هذا القطاع على صراحه قطاع اللي بزاف ديال الناس اللي كبروا وليداتهم وقراوهم ووصلوا فهمتيني ونفس الوقت واحد المهنه اللي هي شريفه ومنتوج ديال بلادنا اللي يمكن الانسان حتى الاقتصاد اللي يمكن ينتبهوا لهاد المهنه هذه يعني هي مهنه ديال بلادنا وخصهم يزيدوا بالعكس يطوروها ويزيدوا يفتحوا لنا بعض الاسواق اللي هي خارجيه ان دابا حنا حتى بالنسبه للجلابه اللي كان صراحه كنجبروا فيها مشاكل ان كاين الناس اللي كيدخلوا الجلابه دابا حتى الجلابه شيناب خاصك تدخل عندنا هنا ان هذا صراحه هذا منكر ان بالنسبه باش تدخل الجلابه ديال شيناب بعشرين فرانك كنت يعني ملي كتجي الطرز غير ديك الطرزه كتقام عليك بعشرين فرانك ويا اخر كيجيب لك الجلابه التوب ديالها كامل ب 20 فرانك ان صراحه هذا الشيء خصهم بالعكس هما في عوطي يفتحوا لنا اسواق خارجيه وهما كيزيدوا يهاجمونا فهمتيني بمنتوجات خارجيه صراحه هذا هو هذاك وكنتمناو هاد الناس هادو اللي في هذا القطاع هذا صراحه يشوفوا بعين الرحمه في هذا القطاع هذا ان القطاع صراحه اللي هو شريف اللي هو صراحه كيهز واحد اليد العامله اللي هي كثيره واللي بهالطريقه هذه راه كنشوفوه ماشي انهيار صراحه بهالطريقه هذه ان منتوج بلادنا ان منتوج بلادنا خصنا نفتخروا به وخصنا نعليوه وخصنا ونفس الوقت التقاليد ديالنا راه ولا زيد تشوف راه حتى صاحب الجلاله كنشكرو حتى هو كيلبس واحد اللباس اللي هو تقليدي كجلابه وكذا راه هذا بيدو راه ميساج من هذيك وزيره ديال الصناعه التقليديه ولا هاد الناس اللي هما مسؤولين على هذا القطاع هذا راه ميساج ولكن هاد الناس هادو لا حروقات الا ما كيهتموش بهذا القطاع وهذا الرساله ديالنا نوصلها وكنتمنى هذا الشيء يوصل للناس اللي هما مسؤولين على هذا القطاع هذا يعني حنا بشحال هادي مثلا كان المراه كتجي كتدفع لك مثلا الشوار ديالها كامل يعني العروسه فهمتي يعني دابا صدق كتمشي كتشري داك الشيء واجد وباقل تكلفه فهمتي يعني ما بقاش يعني وعاد بزاف د المعاناه عندنا من ناحيه انضباط مع الكليان مثلا بحال دابا السيده كتجي كتدفع لك شي حاجه كتقول لها يعني تيني تسبيق افونس يعني ما كتقبلش تقدر هي مثلا يعني تسمح لك في ديك الحاجه فهمتي وبزاف السي سفيان يعني وكاين مسائل واحده اخرى يعني بالنسبه للصناع التقليدي الكليان ما كينضبطش بالتاريخ مثلا كتجي كتدفع لك الحاجه كتقول لك انا على اسبوع كذا تصدق تسمح لك فيها شهر هنا يعني هنا شكون اللي غيحميك يعني انت يعني اصلا كتكون انت خسرتي عليها يعني هي تصورت كوشاريه تسوب ولا شي حاجه رخيص تسمح لك فيها بزاف يعني فهمتيني وانت هنا خدمتي وخسرتي عليا خلصتي يعني اللي خدم لك بالماكينه واللي خدم باليد واللي نبتاتها هذا جزء من يعني كنتمنوا يعني هذه الصنعه هذه يعني بالنسبه للمسؤولين ولادي يعني يشوفوا فيها بعين الرحمه يعني هضروا على جميع القطاعات على السياحه على لا 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 الا هذا القطاع هذا شويه نساوه من بالو ما عرفش واش هذا واش ما كاينش ناس خدامين في هذا القطاع ولا ما عرف والعكس الناس واحد العدد كثير اللي كيعيش بهذا القطاع هذا وكيعيش ماشي شهري لا كياخذ الاجر ديالو اليومي والسلام والا ما خدمش وهذا راه ما عنده والو
الثمانينات وانا خدام في هذا الشيء هذا. الخدمه كانت ماشيه، كنا عايشين معيشين وليداتنا، قرينا وليداتنا، عايشين بالكرامه ديالنا، كنخلصوا الكره ديالنا، كنخلصوا الضو ديالنا، كنخلصوا جميع المستحقات ديالنا، شاطنا فتبارك الله ما شاطناش. المهم حنا عايشين كاي مغربي مغربي. قبل الجائحه بالضبط كنت بديت شي شويه هذه الخدمه، جات الجائحه حبس، حبس لحد الساعه. شي كيكمل شي القاعات الافراح المناسبات، الناس اللي كيحضروا مثلا دقه مراكشيه، غياطه، جويقيه، لان مني كيخدموا هاد الناس هادو حتى حنا كنخدموا، كنكون ديك الساعه كيكون صافي، كيكون واحد كما كنقولوا شي كيكمل شي، وكتكون الساحه للعموم لاي واحد ديك الساعه، وكيخلق الرواج. حنا ماشي حنا الرواج مرتبط واحد بواحد، كتبدا مصبط وانت طالع. صراحه ضررنا في هاد الجائحه بزاف، على حسب كتعرفوا الخياط في اي في هاد الشيء ديال الخياطه راه كيدي واحد المصاريف اللي كثيره. يعني كنا في واحد البدايه ديال سنه كنوجدوك باش نخدموك، دخلنا بزاف ديال الشغل ديال التوابات والجوهر والخدمه، راكم عارفين المصاريف ديال الخياط اللي كتديها. وشخصيا انا كنهضر على راسي، يعني كنت صلحت المحل وجهزت وهذا، فيلا بدينا باش نخدمو. دخلنا واحد شنقول لك تقريبا واحد 40,000 ديال درهم، هذه عف اخص في التوابت، ولكن ما في ظرف هذه الجائحه يعني خلتنا واقفين. يعني خدمنا شي بركه، فتح شد فتح شد، التوقيت اللي داروا لنا ماشي مناسب مره، القاعات شادين، صحابي العراسات ما كاين حتى شي عرس، الناس اللي كانوا دافعين العربون ديالهم معربنين عندنا وديك الشيء جاو دوا العربون ديالهم، الناس كيجيو غاوتوا عليك، الكراوات طالعين علينا، ما والاستفاده كيقول لك الخياط غادي يعوضوا، غادي يعوضوا، غادي يسمحوا له في الكراوه واحد شهر ولا شهرين، ما كاينش اللي سامح لنا في شي حاجه. وتضررنا بزاف بزاف بزاف، يعني الا جيتي تشوف راه واحد الخساره كبيره. البياس حتى الموديل قدامنا، كتخدم له واحد الموديل واحد الشهر ولا واحد شهرين عنده الموديل ولا كاع 3 شهور، كتلقى دابا الموديل جا موديل اخر وديك البياسه بقات لك تما. الناس اللي كنخدموا معاهم عاوتاني على برا وداك الشيء حتى هما مكلمش يجوا، دافع لك الشغل ديالهم، دافع لك افونس، وما جاوش يداو الشغل ديالهم. وما كرهناش بهذه الجهات المسؤوله تشوف فينا، وحتى حنا رحنا خياطه وصناعيه والدم ديالنا فينا مع هذه الصنعه، وفي الاخر كنلقاو كنعانيو كنعانيو بزاف ونتيجه قليله. هذا العام تلقوا لنا شويه في ديك رمضان، بقينا نيسر الامور، ولكن باقى علينا كريدي ديال العام اللي فات، والكراوات طالعين علينا، واماندي ما كترحمناش، وهذا الشيء اللي كاين. هذه الظرفيه ديال الخياط. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.